السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواد الكرام، أخباركم إيه؟ معاكم نورهان شطا في تاني محاضرات البرزنتيشن سكيلز على أكاديمية الجيل الجديد. بقدم الشكر لكل حضورنا الكرام على التزامهم، بقدم الشكر لأكاديمية الجيل الجديد من طاقم الإشراف المدير. شكرا لكم جميعا ان انتوا هتحتلنا الفرصة نستفيد من وجودنا مع بعض. الحقيقة في ناس يعني عايزة كمان اخصها بالشكر مرة تانية، الناس دي لبت النداء وعملت فعلا فيديو رفعته على الجروب. استاذ عبد العزيز، دكتورة مروة، استاذ محمد طاهر، الثلاثة رفعوا فيديوهات في غاية الروعة، بشكركم جميعا. منتظر النهاردة انه عدد اكبر يتفاعل ويشارك بإذن الله. بيكون عندنا تدريب على القاعة الصوتية هنا، وبعد ما بنخلص بترفعوا فيديو على الجروب بحيث ان احنا نشوف القاء بعض ونستفيد من بعض ونكسر بقى الرهبة من الكلام قدام الجمهور. بشكركم مرة اخرى على تفاعلكم، انا سعيدة فعلا جدا. النهاردة هنبدأ ندخل بقى في تفاصيل البرزنتيشن سكيلز. البرزنتيشن او العرض بتاعنا ده هيكون عبارة عن ايه؟ هنحضر له ازاي؟ في حد تعرض للموضوع ده قبل كده، كان بيحضر لخطبة معينة او ندوة او عرض تقديمي قدام جمهور؟ حد تعرض للموضوع ده قبل كده ممكن يقول لنا كان بيحضر ازاي؟ بصوا، ده مرة بتدربي نفسك كأنه قدامك ناس، ده حلو قوي، برافو عليك. استاذ محمد منور بتقول طبيعة عملي كمهندس الإعلام، احنا هنستفيد منك جدا يا استاذ محمد بقى، ومستنيين فيديو لحضرتك كمان عشان نتعرف عليك اكتر. يا ترى كنتوا بتحضروا ازاي قبل ما تتكلموا قدام الجمهور؟ جهزت الباوربوينت وطلعت على معلومات، حلوة قوي. الاطلاع بقى على المعلومات ده كان من ازاي؟ يعني كان من كتاب، كان من فيديو، حضرت في وقت قد ايه؟ استاذ علي الهرمي منور، حضرتك داخل القاعة باسم برزنتيشن، ويفضل لحضرتك تدخل باسمك علي الهرمي. ففضلا بعد كده ان شاء الله او تعمل ريفرش القاعة وتدخل من تاني، يفضل تدخل باسمك باللغة العربية للقاعة. استاذ احمد مخصص كل جزئية مدة معينة، حلو قوي. دكتورة مروة، بالنسبة لي كتب وفيديوهات ومقالات، حلو جدا. اللي فاهم ان التحضير بيبقى من خلال كتاب واحد فده خطأ كبير قوي. المهم انك تقرا كتير، تكون ملم بالموضوع كويس قوي، تشوف فيديوهات، تشوف مدربين بيدربوا في نفس المجال بيدربوا ازاي، يعملوا ايه، تجمع من كل مكان حاجة بحيث ان العرض اللي بتقدمه ده يكون خلاصة خبرة وتجميع كبير قوي، ميبقاش نقل بحاجة معينة. يعني الناس اللي كانت بتسأل ايه فايدة المحاضرات، كنا دايما بنقول لهم حاجة حلوة، بدل ما تقرأ 10 كتب احنا بنقرأهم ونلخص لك ال10 كتب دول في المحاضرة مثلا. فالناس اللي مش عندها قدرة على القراءة أو ما بيحبوش القراءة ممكن يسمعوا صوتي أو يشوف فيديو. فهي دي الاستفادة، من بتلخص حاجات كتير قوي في البرزنتيشن بتاعك. طب إيه هي المكونات الأساسية لموضوع المحاضرة؟ في 3 حاجات مهمين قوي، 3 أجزاء، سواء هتعمل فيديو، هتتكلم في القاعة، تتكلم في أي مكان في الدنيا،
ركز على 3 حاجات اللي معانا النهارده، وهي المكونات الأساسية موضوع النهارده. حد عارف 3 مكونات؟ من يشارك. في 3 حاجات لا يخلو منهم أي محاضرة أو أي فيديو أو أي عرض تقديمي بتقدمه. حلو قوي أستاذة سميرة، قالت المقدمة محتوى. إيه كمان؟ بالظبط كده يا دكتورة، مقدمة محتوى الختام. تعالوا نتكلم عن حاجة حاجة فيهم بالتفصيل. أول حاجة وهي المقدمة، تبدأ كده الكلام قدام الجمهور، تبقى عامل شكلك عامل ازاي بقى وهتقول ايه. تعالوا نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده. في البداية انت هتبدأ تظهر على مسرح أو فيديو، خلي على وشك ابتسامة مريحة، متضحكش قوي عشان متدخلش في ايه وبيضحك على ايه، وبلاش التكشيرة 111 اللي بتعملهم بقى، اللي هو وضع الحزن أو الجد بزيادة، لأن الناس بتضايق قوي منه. فلا تضحك قوي ولا تكشر قوي، خلي فيه ابتسامة لطيفة بحيث اللي يشوف وشك يبقى مرتاح ليه. وخصوصا بنشوف ده في الفيديوهات، مثلا الناس اللي بتعمل فيديوهات لايف كتير، اللي بيبدأ الفيديو بتاعه بتكشيرة ونبرة صوت صعبة يخلي الناس ما تكملش الفيديو خلاص، وحكموا على أول دقايق وقال لأ مش عايزين نكمل. فبتبدأ بابتسامة، أوعى تبدأ بأعذار، بلاش تيجي متأخر القاعة، والله كان عندي سفر وأختي كانت بتولد، أخويا كان حاسة مش عارفة إيه، لأ بلاش الجو ده. هتبدأها بأعذار، هتقل قوي النظر الناس، بص معانا تكون لابس لبس فورمال رايح في ميعادك، بتبدأ بابتسامة لطيفة وتعرف بنفسك، بتسلم على الجمهور، بتقول تحية الإسلام، بتقول مساء الخير، وبعدين تعرفهم، وبتقول وأنت بتعرفهم على نفسك يفضل إنك تقولي معاكم أو أخوكم أو أختكم كده، متقولش أنا. لأن أنت مش اسمك، أنت هيعرفوك كويس لما تتكلم، اسمك مش هو أنت، المهم أنت هتقدم إيه وهتفيدهم بإيه. في بعض المواقف تحتاج إنه يكون مظهرك حزين حسب الموقف، مقدرة ده كويس أوي يا أستاذ محمد، بس هتبدأ الفيديو أو هتبدأ الكلام بتكشيرة، لا خلاص انت مثلا رايح تذيع عن مثلا تتكلم عن حادثة او حاجة، اكيد مش هتيجي مبتسم بقى وسعيد، بس بتيجي وش اللي هو وسط. ولما تتكلم تفاعل مع الكلام وعبر عن حزنك، بس يكون الناس وصل لهم البداية اللي هتتكلم عنه، ما تعرفش نفسك وانت تكشير على وشك قوي، عرف نفسك على الاقل بوش مرتاح. لكن طبعا في وسط الكلام انت بتحكي حاجة حزينة، طبيعي انك تتفاعل، وطبيعي ايموشنات وشك تبقى ملائمة قوي للموضوع ده. ففي البداية في المقدمة اوعى تبدأ بأعذار، يفضل انك تبدأ بإثارة الفضول، اسألهم سؤال. لما بتبدأ السيشن أو المحاضرة بتاعتك بإثارة سؤال، بيبقى فيها عند الناس كده تفاؤل، يا ترى إيه الإجابة؟ بيبدأوا يفكروا ويتفاعلوا معاك، فبتكسر الجليد ما بينك وما بينهم. أو ممكن تبدأ بقصة، يبقى حلو قوي إنك تبدأ المحاضرات بقصة، كبار وصغار بيحبوا القصص أوي. تنظيم وقتك يساعدك في المقدمة أكيد يا أستاذ عبد العزيز. في التحضير بتبقى مجهز وقت لكل حاجة، يعني عارف إنك هتتكلم ساعة قدام الجمهور، فبيبقى 5 دقايق مقدمة و5 دقايق في الختام، والباقي هو وقت السيشن. مهم إنك تبقى محدد كل حاجة هتتقال إمتى وهتتقال إزاي قبل ما تروح، مش تروح وأنت حاضنك، لأ
ممكن كمان نكتب لك المحاضرة بتاعتك بأيام معاك كده الصوت واضح. ممكن نكتب لك المحاضرة باستبيان معين، يعني تقول لهم عارفين إن وصل العدد لكذا، وتقول كده العدد وصلنا، والعدد كبير كده بنبرة كده اندهاش أو استغراب، فالجمهور هيحس بالاستغراب ده ويركز أوي في الرقم ويبدأ ينبهر بالمحاضرة بتاعتك. ففي المقدمة عرفت نفسك ورحبت بالناس وشكرتهم على حضورهم، وخصوصا لو كانوا جايين في جو برد أو جايين في وقت مش مناسب أوي، وبتشكرهم أوي على الموضوع ده وبتأكد عليه. بتعرفهم انت هتتكلم عن ايه في المقدمة وبتبدأ على طول. لاحظ ان وقت المقدمة ما ينفعش يبقى قد وقت الموضوع نفسه، يعني انت تعمل فيديو 5 دقايق، تعرف نفسك بقى في دقيقة او اقل، ما تفضلش تعرف نفسك في 3 دقايق. ما بلاش تفضل تحكي عن سيرتك الذاتية كلها في المقدمة، اختصر. لو الناس تحضر معاك دورة كبيرة كذا يوم اقول لك اه ممكن تقول بعد سيرتك الذاتية. كان الناس جاية تسمعك ساعة، هتقول لي السيرة الذاتية في نص ساعة؟ أما عن صلب الموضوع فخليك منظم، تقول فكرة رئيسية وتقول تحتها أفكار فرعية. محدد كل، لو بتعرض باوربوينت محدد تقريبا كل شريحة تاخد وقت قد إيه. وقت تقديري، مش شرط إن الشريحة دي تاخد نفس الوقت بالظبط، بس يبقى وقت تقديري. انت بتحضر في البيت عارف الشريحة دي 5 دقايق، الشريحة دي 10 دقايق، عشان تشوف هتعمل كام شريحة. يفضل انت تتكلم بقى في صلب الموضوع، تقول دراسات، تقول استبيان معين، تقول احصائيات، تحكي قصص، بس طبعا مش كتير، مش هيبقى كل الوقت قصص، بس لو في قصة بتخدم كلامك احكيها. تفاعل مع الكلام، عندك تجربة شخصية قولها، بس ما تخليش تجربك الشخصية أكتر من المحتوى العلمي، لأن الناس هتتضايق هيقولوا هو جاي يتكلم عن نفسه ولا إيه. خلي في تفاعل ما بينك وما بين الجمهور، خليهم يشاركوا، اسأل أسئلة عشان يجاوبوا عليها، عشان بس ما تزهقش. بس لو معك بس هتزهق طبيعي، خلي في تفاعل، وفي يكون في وقت الأسئلة، وده هنتكلم عنه بعد شوية، نخصص وقت الأسئلة. في طريقتين، إما بتخلي الأسئلة بعد كل جزء يعني أو خلال المحاضرة بتاعتك اللي حابب يسأل، زي موضوعنا دلوقتي اللي حابب يسأل على طول، أو إنك تقول لهم في البداية إنه نخصص في آخر المحاضرة 10 دقايق، ففضلا بتجهزوا أسئلتكم في 10 دقايق، كل اللي عايز سؤال هجاوب عليه. أما في النهاية إزاي تختم الخطاب بتاعك أو المحاضرة بتاعتك؟ لخص الأفكار اللي قلتها، ممكن تعمل خاتمة مريحة الناس تروح الابتسام على وشها، سواء بقصة فكاهية أو نكتة أو حتى ابتسامتك القوية على المسرح دي هتوصل لهم. عرفهم بك قربت تخلص قبل ما تنهي المحاضرة، يعني بلاش فجأة وانت بتحكي بتقول له الخاتمة بتاعت الموضوع بتكون عبارة عن ممكن قصة، أو تكون عن تلخيص الأفكار، أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الناس بعد ما كانت متحمسة ومتشجعة قوي معاك اتفصلت بجد، من فصل خالص اللي هو ايه القفلة دي؟ عارفين بتبقى شبه ايه؟ بتبقى شبه واحد بيتكلم معاك وفجأة يسيبك ويجري جري، مبقاش فاهم هو جرى ليه، طيب ولا ايه اللي حصل؟ ف يعني خليهم يعرفوا ان انت قربت تخلص. قول لهم قبل النهاية ان احنا هنحكي قصة، ويبقوا خلاص عرفوا ان بعد القصة هي النهاية، يبقوا مجهزين نفسهم للحظة. بعد ما أخدنا دلوقتي كده جزء كويس، عايزين حد يبدأ يشارك بقى ويتكلم في القاعة دلوقتي. مين جاهز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ حسام، اتفضل. دلوقتي عايزين حد يشارك مقدمة وصلب الموضوع وخاتمة.
عن أي موضوع تحبه، حتى موضوع عام، موضوع شغلك، عن موضوع حياتك، عن كتاب قرأته، وطبق مقدمة وصل لموضوع خاتمة، بس يفضل يعني في دقيقة أو دقيقتين، يعني حاول سريعا. سلم عن نفسك في البداية، قول اسمك، قول وظيفتك، قول هتتكلم عن ايه، وابدأ اتكلم شوية، وبعدها انهي. مش طبعا الوقت مش هيبقى سامح انك تحكي قصة مثلا 10 دقايق او 5 دقايق، فحاول تختصر على قد ما تقدر. شيدت المخيمات العشوائية بريف إدلب الجنوبي منذ أيام هطل أمطار غزيرة أدت إلى إغراق الخيام في المخيمات العشوائية، مما سبب معاناة كبيرة لدى قاطني تلك المخيمات. هاي مقدمة عن وضع إنساني في محافظة إدلب. صلب الموضوع، أبو محسن أحد النازحين إلى إدلب قال لراديو الكل أن الأمطار الغزيرة التي هطلت زادت من معاناة أهالي المخيم، مشيرا إلى أن النازحين يفترشون الأراضي في ظل الأجواء المناخية الباردة. وبدوره بيّن أحمد حسن أحد النازحين إلى محافظة إدلب أيضا أن الأهالي يعيشون أوضاعا معيشية صعبة في المخيمات في ظل نقص كبير في مواد التدفئة والمحروقات. وقال أبو سليمان أحد النازحين من ريف إدلب الشرقي إن النازحين بحاجة إلى عوازل مطرية في ظل غياب الدعم والمساعدة من المنظمات الإنسانية والجهات المعنية. خاتمة وتتفاقم معاناة النازحين في محافظة إدلب في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة وسط انعدام الدعم من قبل المنظمات والجهات المعنية، ولا سيما في الأجواء المناخية الباردة. كل رواد الكرام المتفاعلين معايا في نهاية الكورس بكرة إن شاء الله، تواصلوا معايا بحيث إن أنا هقول لكم على الملاحظات اللي لاحظتها خلال تقديمكم. هقول لكم ايه، ظبط كذا، عدل في كذا، انت مستك كذا، عشان تشتغل على نفسك دايما. ايه، وعايزين نأكد على حاجة، دايما حاول تطور مهارة الإلقاء، ما تكتفيش بكورس واحد، ما تكتفيش في تدريب واحد. كلنا طول ما احنا عايشين بنحاول نطور من نفسنا، مش بحاجة واحدة، مش خدت كورس خلاص بقى ومعيش حيرة فرحان بيها، لا، احضر كورس واثنين وثلاثة، طور من نفسك، كل مرة هتستفيد ولو حاجة بسيطة جدا. أستاذ عبد العزيز اتفضل، المايك معاك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الموضوع اللي أنا راح نتكلم فيه هو موضوع الوقت. بالنسبة للوقت، كلنا نعرف أن تنظيم الوقت مسألة مهمة في حياة الإنسان، بحيث الوقت كيف يقول المثل، إن لم تق كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يعني كل مضيعات الوقت، كل ما يمنعك من تحقيق أهدافك بشكل فعال، تعتبر مضيعة للوقت. ومضيعات الوقت كاين أمثلة كثيرة، غنختصر منهم بعض المسائل كالتليفونات، يعني الهاتف أن الناس كتكلم فيه بكثرة، والمقدمات، يعني كنلقى الإنسان كيقول أنا ألو السلام عليكم، الأخر كيقول السلام كيف داير بخير، والآخر تا هو كيداير بخير، مكنهدروش نفس الموضوع نيشان، يعني كنجيو نشوفو كنلقاو الوقت تاعنا بزاف. عندنا من بين المسائل اللي كضيع لنا الوقت الزيارات المفاجئة في المجتمع ديالنا حنا. يعني حنا تعودنا أن مكنقولش الإنسان لا، ربما أنا عندي شي حاجة مهمة، بحال مثلا هذا الدرس دابا اللي حاضر فيه معاكم، وربما يدق دابا لحد الباب ديالي، ربما يبغي يدوز معايا الوقت، فالوقت ديالي انا في هذه اللحظه راه مهم على انني نخرج معاه ولا نبرك معاه ولا نبقى. من بين مضيعات الوقت الاخرى كل الاهداف اللي كتكون الاهداف غير واضحه. الانسان مثلا حط اهداف، وكل انسان كتلقى ما دايرش الاهداف لا والو. يعني بحال مثلا كان
نفيق مع الصباح كنقول راه اليوم ما عندي ميد دار دونك صافي ماشي مشكل بقى ناعس كتبقى ناعس تا كتفيق عاوتاني تفطر ما عندي ميد دار تقدر هذاك نص نهار الصباح كله يدوز لك عاد تفكر كنت بعت البرنامج مع 8 الصباح فهذاك ولا كنت مشيت درت الرياضه كره استفدت من ذاك الوقت. عندنا قنوات الاتصال اللي منهم التلفازه يعني كتكون كتفرج شي حاجه كتقول غير تسالي هادي غنوض نقضي الحاجه اللي مهم هنا عاوتاني كتقدر من ورا هذا كيبدا شي حاجه اخرى اللي كتلهيك على داك يعني ما كتكونش حاط هدف مضبوط. كاين بعض الاجتماعات ولا المناقشات اللي غير ضروريه بحال مثلا كتكون في الخدمه كيعيط لك المدير ديالك جاي عندي دابا الاجتماع كتمشي كتبرك الاجتماع ربما تهضروا فيه نص ساعه ولا ساعه وفي حاجه اللي يقدر يكون قال لك غير جوج دقائق الو هانت سير ودير هادي ودير غتكون فكيت المشكل انت الساعه كامله انتم مباركين كله فيك يهضر كله فيك يجبد وما كتوصلوش. كاين تسويف هذه راه معروفه يعني الانسان كتكون عنده الوقت باش يدير الحاجه دابا كيقول لها خلي صافي نخلي قاعده الغدا كيجي الغد كيوقع له مشكل اخر كيصدق يعني الغرض ما بقاش تقضى في نفس الوقت اللي خاصو يتقضى فيه. وفي الختام كان نصيحه لازم الانسان تكون عنده اهداف واضحه يحطها اليوم الغد ولازم يعرف بان هذا الوقت هذا راه غيتسال عليه غدا يوم القيامه فلهذا لازم يحافظ عليه. وشكرا. ما شاء الله عليك سعيده جدا بمشاركتك. تفضل حضرتك كان في تفاعل الجمهور معاك ودنا الكرام كانوا بيشجعوك متفاعلين انا بشكركم جدا لانه حلو قوي ان تشجعوا الزميل الموجود ليكم وتشجعوا يكمل وتحمسوا يا ريت نستمر بنفس التفاعل القوي ده ما شاء الله عليكم. تحياتي لكم جميعا كملوا بعد شويه نسمع حد من ربنا الكرام فخليكم جاهزين. إدارة الأسئلة أنا إزاي أرد على الأسئلة اللي هتتوجه لي؟ المهم إن يكون في وقت الأسئلة ترد على أسئلة الناس عشان ما يفيش حد يمشي وهو مستغرب حاجة أو عنده سؤال معين. ولو فشلت في الرد على الأسئلة الانطباع الأخير للناس هتاخده عنك كنت بعثل انك بتهرب او مش متمكن كويس من المادة اللي بتقولها. فمهم قوي موضوع الاسئلة انك تركز عليه وترد على كل الاسئلة. لو في سؤال مش عارف تجاوب عليه لا تخجل من قول لا اعلم. ممكن تقول لهم مش عارف او تقول لهم هشوف ورد عليك المرة الجاية ده بيبقى كمان رد افضل. هبحث عن موضوع ورد عليكم المرة الجاية. أو في حد بقى بيبقى بتعامل بذكاء مع السؤال اللي مش عارفه بيقول له حلو قوي السؤال ده هنبحث عنه كلنا نتكلم فيه المحاضرة الجاية. أنا أعتقد الوقت الكافي للتفكير في الأسئلة مش ما تسألش حد عنده سؤال لسه الناس هتقول سؤال تقول لهم كده المحاضرة خلصت. لا خلي في وقت الأسئلة. لو في سؤال اتوجه لك ومش عارف تفهم السؤال اوعى تخجل انك تطلب اللي بيسأل بيعيد السؤال. يفضل انك بعد ما تفهم السؤال قول له هتقصد كذا عيد السؤال بصيغة تانية تأكد انك فاهم السؤال صح ولا غلط. بالضبط خصوصا كان السؤال خارج عن الموضوع اكيد. ودلوقتي بنتكلم عن طريقة الإجابة عن الأسئلة. ممكن انك تتفق مع المنظمين ان هم يجهزوا وقت
معين هترد فيه على الأسئلة، تعرفوا نهاية المحاضرة يكون 10 دقايق، تقدروا تجمعوا الأسئلة مكتوبة للجمهور أو يساعدوا في إن القاعة تفضل هادية في وقت الأسئلة والناس تركز معاك. حاجة طبعا بتحدد بقى طريقة الأسئلة على حسب ما بتحب، في ناس بتحب تاخد الأسئلة مكتوبة ورقة، في ناس بتحب تاخدها شفوي. لو في حد من الجمهور وده قليل، وأجيب لك إهانة، نقد، إهانة، أي حاجة ضايقتك على المسرح، ما تردش، ما تقولوش لأ أو ما تردش عكس أو تحاول تثبت براءتك، لأ، قول شكراً، أنا محسن الأمر إن شاء الله، اشكر إنه شارك وخلاص، الموضوع بسيط. لما حد يوجه لك اتهام ولا اتهام ده مش فيك اصلا، هتفضل تتعصب وتقول له لا ازاي بتقول كده، الناس هتبدا تقارن يا ترى هو متهم ولا بريء، فليه تخلي الجمهور يفضل في الشكل ده؟ لو قلت حد عنده اسئله في نهايه المحاضره و ما لقيتش في حد خالص تساعد، جاوب على أحد الأسئلة الهامة. نوع من الأسئلة المشهورة اللي بتتسأل في الموضوع ده هو إزاي نتخلص من خجل حدث أمام الجمهور؟ هقول لكم إيه طريقة؟ 3 خطوات. فبيكون كده نهاية المحاضرة بأسلوب حلو. رد على الأسئلة الاستفزازية، ما تتعصبش يا استاذ عادي خالص، خد الموضوع بهدوء، هو اصلا يستفزك وانت عارف كده صح، تبقى ما تتعصبش، رد بطبيعتك، ما تديش اهتمام لان السؤال استفزازي او لا، خلي السؤال كانه سؤال طبيعي خالص، افترض دايما حسن، افترض ان هو نيته كويسه وبيسال سؤال عادي، فانت كمان رد عادي خالص. نقول له طبعا لو في السؤال مش واضح بعيد صياغة السؤال بصورة تانية تتأكد فهمته كده صح ولا هو. مدة الأسئلة لو هي محاضرة ساعتين مثلا يفضل إن هي يبقى 10 دقايق إلى 15 دقيقة نهاية المحاضرة. لو العرض بتاعك 5 دقايق أو 10 دقايق زي مثلا عرض بتقدم في الكلية، فتاخد سؤال أو 2 بس في نهاية العرض بتاعك، ما تفضلش تسمع أسئلة طول الوقت. يعني أصلا تقدمت 10 دقايق، مش منطقي إنك تاخد أسئلة 10 دقايق، هي بتبقى نسبة صغيرة من المحاضرة. لو الدورة طويلة بيكون الأسئلة بعد كل جزء. خلصنا شريحة، لو عنده سؤال بيسأل بعد مثلا شريحة أو بعد 5 شرائح على حسب ما بتبقى نظام قدرتك. تقييم مرحلي هو مش حكاية تقييم محمد بس عشان توزع الأسئلة، نفترض إن الحضور 100، المحاضرة مدتها مثلا ساعتين أو 3. والدورة كبيرة عدد ساعتها مثلا 30، فأقصد إن الأسئلة يعني خلصنا دلوقتي 3 أو 4 شرائح، حد عنده سؤال إيه بعد كل فترة؟ ليه بقى؟ لأن 100 واحد لما هيسأله في نهاية المحاضرة كده هيبقى في ملل في آخر المحاضرة، تاخد أسئلة كتير أوي، أنت هتتعب والجمهور هيتعب. على حسب انت خايف ايه نظام وقت الاسئله، على حسب ايه جسمك وايه ده يسمى الجمهور بتاعك. ولو عدد الجمهور قليل بتكون الاسئله اثناء الحديث زي دلوقتي كده، حد بيسال مش مشكله، ما قلتلكوش
مش في نهاية المحاضرة يا جماعة الأسئلة ليه؟ الأسئلة دلوقتي مش مؤثرة على المحاضرة، يعني مش متأخر المحاضرة. يبقى سؤال بسيط بنجاوب عليه واحنا بنتكلم، غالبا السؤال بيفيد الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، فده ما بيعطلش في المحاضرة خالص. طب لو سألت سؤال خارج المحاضرة تماما، النهاردة في البرزنتيشن سكيل وحابب أسأل عن السعادة الأسرية، ممكن في حل. إما إن أنا أقول له هجاوبك بعد المحاضرة على الخاص تواصل معايا، أو أجاوبه في نهاية المحاضرة. لكن ما ينفعش أبدا بتكون بتتكلم عن الموضوع وتجاوب الموضوع تاني في وسط الموضوع. النهاردة برزنتيشن سكيل ده بقلب السعادة الأسرية بتكلم عنها في وسط الموضوع، يبقى الناس كده هتتضايق. الأجوبة على الأسئلة بتاعت كأس الملل أكيد. يمكن تحديد عدد الأسئلة مع المنظمين، أي حقك طبعا يا أستاذ سميرة، طول ما ناخد 5 أسئلة مثلا في نهاية المحاضرة بس، مش كل الأسئلة تبقى في الجاوبي على أسئلة ساعة، لا بس بتعرفي، يعني بتعرفي المنظم، بتعرفي الجمهور، بتقول احنا في آخر المحاضرة ناخد 5 أسئلة. ودلوقتي فقرة التدريب العملي، مش شارك، يلا عايزين مبادرة. نبدأ قصة أريد أن كانت هناك قرية صغيرة تفصلها عن المدينة نهر. هناك جسر يعبر منه أهل القرية. قام أحد الشباب بسد ذلك الجسر، فاضطر أهل القرية للذهاب عبر الطريق البعيد ليصلوا إلى المدينة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعيدوا ترميم الجسر ويفعلوا ذلك. طبيعة الإنسان أنه يريد الأفضل ذلك، فلماذا يحاول دائما أن يسلك الطريق البعيدة ويترك الطريق القريبة؟ فمثلا في موضوع الرزق، الإنسان في حياته يبحث عن العمل والعلم وغيرها، ولكنه يسلك الطريق البعيدة في البحث عنه. أفضل الأشياء بالنسبة للإنسان المسلم هو أن يتبع دينه في الحصول على، فهو يعلم أن أكبر خزنة لا تنفد عند الله عز وجل، وأن خزنة الحكام كلها تنفد وكلها من عند الله عز وجل. فلماذا دوما يجعل بينه وبينه، فتجده يتبلد ويطلب من الناس وتجده يتدلل أمام أصحاب المناصب من أجل الحصول على وظيفة أو على ذلك. الله أخبره في كتابه الكريم، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا، يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين لعلكم تهتدون. الأمر بهذه المرة استغفر الله على ذلك تحصل على ذلك، والله وعدكم. لذلك هناك الطريقة البعيدة التي هي موجودة اليوم، هي أيضا توصلك ربما إلى هناك العديد من الطرق، ولكن هل تفكر الطريقة؟ هناك اليوم العديد من الكتب تتكلم، هناك اليوم العديد من الكتب ومسمون هناك اليوم العديد من الكتب تتكلم في مجال الثروة وجذب الأشياء وغير ذلك،
كتب جميلة جدا، ولكن ليس من المفروض أن نسلك الطريق المختصر، ولأن البعض وضعوا لنا في هذا الطريق المختصر بعض الحواجز وبعض العوائق، نسلك الطريق الطويل ونترك الطريق المختصر. اليوم ديننا أو الإسلام بصفة عامة يرى على أنه عباد، ولكن في الحقيقة الدين هو الحياة وليس ما شاء الله عليك تلقف الكلام، مشكورك جزيلا. سعيدة أنا بمشاركتكم، سعيدة بس بتتفاعل. ودلوقتي أي حد عنده سؤال افتكروا كل الأسئلة اللي حابين تسألوها تقدروا تكتبوها في الشات وهجاوب عليها، وفي نفس الوقت اللي يحب يشارك ويتكلم دلوقتي في المايك اتفضل. تمام مستعدات؟ اتفضل يا أستاذ علي، المايك معاك نسمعك اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، سنتحدث اليوم عن موضوع من مواضيع الطريق إلى الامتياز فيما يتعلق بالإخوة الثلاثة للطريق إلى الامتياز: الالتزام والإصرار والانضباط. فالالتزام يجعلك تستيقظ عندما تريد أن تنام، والالتزام يجعلك تهتم بصحتك وأنت لا تريد أن تفعل أي شيء، والالتزام يجعلك تقرأ وأنت لا تشعر أنك تريد أن تقرأ، والالتزام أن تكون ملتزما بهذا الفكر وأن تكون قويا في الفكر ولا تتركه إطلاقا مهما كانت الظروف. فالإصرار يجعلك مصرا على الالتزام ولا تتركه مهما كانت الظروف. هنا يأتي الإصرار، فأنا ملتزم، أنا أمشي 10 دقائق يوميا ومصر عليه مهما كانت الظروف والتحديات. والانضباط هو الاستمرارية، فالانضباط يزيد الإصرار قوة والإصرار يزيد الالتزام قوة، ولذلك أنا أسميهم الإخوة الثلاث. والانضباط هو الاستمرار في الشيء، لذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي أعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن أقل. فهذا القليل الذي تفعله كل يوم يصبح جزءا منك، وتفعل قليلا آخر غير هذا القليل، فالقليل مع القليل يحدث الكثير. وهذه هي الطريقة، وهذا هو حال مع الهدف. فالهدف مع هدف مبني على الغاية يصلك إلى الرؤية، وبذلك فإن الأخوة الثلاث الالتزام والإصرار والانضباط يجعلونك لا تترك هدفك مهما كانت الظروف، ولا تترك رؤيتك مهما كانت التحديات، مهما كان الشيء فأنت ملتزم ومصر عليه ومنضبط فيه. وشكرا. رائع يا أستاذ علي، بجد استمتعت جدا واستفدت من حضرتك، برافو عليك ما شاء الله، إلقاء رائع. بس بلحظة بسيطة، المقدمة والخاتمة اهتم بيهم حتى لو وقت قليل، بس خلي في مقدمة وخلي في خاتمة، لكن محتوى الموضوع رائع جدا، واضح ان حضرتك محضر كويس ما شاء الله عليك. والنهارده بعد ما عرفنا المقدمه صلب الموضوع الخاتمه وطريقه الرد على الاسئله، استنى فيديوهاتكم على جروب الكورسات. شكرا لكم جميعا، استمتعت جدا معاكم، وبشكركم كل لغات العالم، يا رب انتم كمان تكونوا استفدتوا واستمتعتوا.